اوكي تيك 2. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا نزلت السيت اب من الموقع للعبه الحقي وليم ارديل عشان اشغل اللعبه القديمه وقارنها بعض التغييرات الجديده وبنفس الوقت اختبر الطبخه. في تيك 1 نزلت اللعبه على السي وللاسف ما اشتغلت، احتمال لان الويندوز يمنع البرامج ان تعمل اي تغييرات على السي ويعتبر البرنامج غير موثوق وطفاه. احتمال لو اروح للديفندر يمكن يطلع لي البرنامج ان هذا البرنامج مو زين وانه عامل عليه بلوك. فخلينا نختبر الشيء. الحين حاليا خزنت اللعبه في الاف and I believe the problem persists. الغريب في ناس اختبروها و and it worked, but this one I have no idea. الله أعلم ليش يعمل ليش عن البروفايل أنا ما غيرت فيه. خلينا نعمل حساب جديد. شوف ما دخلت لل اخاف لو انزل الموسيقى من السيتنج خرف. ف اللعبه دوكيومنتري بنفس الوقت قصه وائل. اند اول تغيير عملناه ان الشخصيات بتكون اكبر. حاليا حجم 200 في 400 نخليها 350 في 1000. ففي القصة في انيميشن بسيط، الشخصيات تتحرك، الكاميرا تتحرك، وواحدة من الاسباب ان عملت الصورة هذه اللي سميتها الافاتار او الديالوج افاتار، لان هذا النظام ممكن يشتغل حتى مع الخريطة بدون بروتريت. فممكن في شخصيات في الخريطة صغيرة تتكلم فتطلع صورتها هنا. فيمديني لما ما اثبت في النظام المحادثة هذا الإديتر مثلا برنامج ثاني ماب سيميليتر، لو ندخل على نظام المحادثة وندخل اكت 1 انا ويليام وتامر في المحادثة، هذا الافاتار. لو الافاتار اشيله النظام نفسه يشيل الصورة اوتوماتيكيا. فهذه موقع صورة الافاتار. فالموسيقى تتغير على حسب الموقف نفسه، كله بالسكريبت. لما اجي هنا اقدر اشوف السكريبت تبع الكونفرزيشن. اذا احنا في الاكت 1 واعتقد المربع I don't know المحادثة نمبر 11 maybe. فيب بالضبط سبحان الله كيف دكات ما ادري. فميوزك فيد اوت في نقطة رقم 0 25 ايمج موف اند 109 ينتهي. فهنا فالكونفرزيشن نمبر 12، لو نروح للكونفرزيشن نمبر 12 نقدر نشوف المحادثة ايه ودا بالعربي يصير ملدي. فهذه المحادثة نفسها. فهنا نقدر نشوف الاعدادات، هذا النص هنا، فهنا نقدر نشوف الاعدادات وش صاير بالضبط. في عندك ويليام تامر وضعيتهم موقعهم المتحدث، وفي نفس الوقت بهذا الكي نقدر نحصل وش المفروض الكاتسين يصير. فهذا الكاتسين للإفكت لما الشاشة بدأت تصير لها بلور من قبل شوي وانتقل هنا لهو تامر بالجهة الثانية. ف بتطول القصة هنا، فخلينا نروح نشغل. اتمنى الميموري ماين لاين بخمسة يصير البلو سكرين اوف ديث. هنا الحين اللعبة، خلينا نفوت في القصة قدام.
تعرف ما أمري جربت اختبر أشغل لعبتين ضرب واحدة في الويندوز، فهذا شوي قدام بعد 50 محادثة، لأني نطيت في المحادثة في النص الشخصية المفروض فص المحادثة تنعكس. هذه واحدة من الإفكت اللي ظليت ألعب فيها لورب مع تغيير الصورة، نقل الصورة من الصورة للصورة عشان أعمل زي موشن لل تلاعب في تلاعب اثنين، واحد بالكوردينيت تبع الألوان واحد الكوردينيت تبع الحركة. حاولت أسويه إن الغرفة تتحول من شكل لشكل آخر ولكن ما توفقنا. فأنا يقول لك البيت بيتك خذ راحتك، يقول هذه حانة الشرب، أنت تعلم أنا كمسلم لا أشرب، فقل الحق استحق الحانات، لما أخذتني إلى هنا؟ فتامر قام يضحك عليه، استرخي قليلا الحانة غير حقيقية لأنه في غرفة فيرجوال ريالتي مش حقيقة. ف this is not a real bar. نظام السيف كنت أشتغل عليه، لو أشغل النسخة القديمة ما كان في نظام سيف ولحد الحين أحس فيه. فهنا نقدر نبدأ قصة البينبول، والمفروض الصورة هذه توضح الصورة هذه بس من بعيد، أن في خلل مفهوم ما يظهر المربع لين ما ينتهي الكلام هنا. ففي لمسات واجد بلا عدل على الموضوع. واحدة من الشغلات اللي عم بعدلها حاليا أنا قاعد أنتقل من المحرك فيرجن 3 لفيرجن 4، في إضافات واجد ضفته. البروتريت بخليهم layered في component، فأقدر أضيف مثلا رأس مختلف على جسم مختلف، أقدر أضيف فم، وبخلي الكومبوننتس والجسم كامل يدعم الانيميشن. فهذه واحدة من التغييرات اللي احتاج اسويها. واحدة من التغييرات، خلينا ننهي القصة اللي هنا، ان الصورة حجمها حاليا عندي صورة جديدة ما شاء الله الرسام قاعد يشتغل بسرعة رهيبة، وعمل لي نولان معظمه. في إضافات بسيطة ينبالي خبر عن نولان، مثلا وضعية العادية كيف هو مبتسم اللي ينبالي جسد جديد، والابتسامة أنا رسمتها على السريع على رسمه، which I don't know if it will show or not. فلأن الرسمة أكبر من يعني ما عدلت configuration تبع السكريبت هنا وتبع فطالع جزء منه من برا الشاشة المفروض ما يكون ظاهر. فالشخصيات ان الحين واجد اكبر، وللأسف جسمها ما بتظهر بالكامل، بس ينبالي اغير الانيميشنز اللي لما يدخلون على الشاشة ويركبون فوق، ينبالي اغير بعض الانيميشنز، وينبالي نختار خلفيات مناسبة. فاحتمال الانيميشنز بالكامل كل ينبالي عيده. It's a lot of work لان ان اكثر من conversation. وين الconversation؟ دهم الconversation. يعني كل conversation فيهم عدة مقاطع. فالscripts مثلا لو احلى الكمبيوتر space الscripts ضليت فيه العملية دي بالكامل، كل الconversations كل الscripts اخذت مني اكثر من 3 أشهر. يعني بعضهم زي كده scripts طويل، كل ينبالي عادة وعنش للأسف. حاليا انا ما استبدلت ملف الجيم فايل، نفس المشكله صارت عندي امس، فمحتفظ بالحجم الاصلي 200 × 400. فينبالي ابدل الجيم فايل عشان تحل المشكله. بس الحين لما تصير محادثه ولما هذي يتغير بتشوف دان دابني او تيد يتنقل. فخلينا نعمل replace the game file. ففي انا عملت حاكة حلوة، بدل ما اروح للفايل واحدده يدويا، اذا اللعبة تعرف وين مكان اللعبة تقدر تعمل replace من داخل الاديتر. فخلينا نوصل نفس الموقف باللعبة هذي نفس الوقت نشغل الثاني. خلينا اعمل لكم تعقيد دولي. This is Tamer theme, by the way.
الميوزك تبع اللعبة الأولى جد عالية الميوزك. نبهت القصة والكامل ليكم. فهذه اللعبة الأصلية اللي من قبل الأصلية اللي نزلتها من قبل سنتين تقريبا ألفا ون. ما عندي شورت كاتس كيز انتقل من شابتر لشابتر. يعني لو أدخل السورس كود I can do that but we almost there almost there. وحاليا زي ما قلت واحدة من الأسباب اللي خلتني انتقل لفيرجن جديد للإنجن اني بغيت اعمل conditions للسكريبتس والسكريبتس ما كان ستاندرد. كانت اني بهدل امور كثيرة لل... واحدة من اكبر مشاكل للكلاسات حاولت اخليهم يونيك ما خليتهم يتشاركون في امور واجد وحاولت اعتمد على الانترفيس لان تعلمتني الجامعة ان الانترفيس is better. علمتني الكتب الديزاين الانترفيس فدر بس للأسف الشديد لما اشتغلت كثير في المحرك اكتشفت ان البوليمورفيزم هو السر القوة جد اذا تم تعمل نسخة قديمة لدرجة اني ما صلحت الخطأ ده. فخلينا ندخل الجيم هنا وفي نفس الوقت خلينا نسوي الانيميشن هنا. Again أكرر الموضوع هذه اللعبة القديمة ألفا 1 وهذا أخر صار عني لدرجة لما تكمل قدام توقف اللعبة لأن المفروض تقدر تعمل save and continue and conditions ما حبيت يكونوا hard coded فظليت أفكر في الموضوع جد what I need to do change it. فالحجم الطبيعي الشخصيات في اللعبة القديمة حيث ان الطاولة تكون بينهم في النص. So this look perfect with this size. يعني الصورة شكلها ممتازة لطبق الاحجام دي بس انا ما حطيت في عين الاعتبار انهم صورتهم خارجة عن الاطار وحالتهم حالة. ما عندي رؤية رسام للأسف. بدلت الملف هنا. لو جي شفتونا اشتغل قبل شهر قبل رمضان وفاتح 5 مشاريع يعني انقل واعدل اكواد وقارن بين 4 بين الاديتور القديم والاديتور الجديد والانجن الجديد والانجن القديم والمشروع التستنج ضرب واحدة it was a mess. دابني صورتي شوي غريبة الصورة دي ما تدري ان المفروض هو منتجها على اليساء على اليمين فمعظم الاتجاهات حقه ما هي مزبوطة وزي ما تشوفون الأوريجين صاير الصورة شوي على اليمين not in the center فصاير لو بآخر الحجم الكبير ما هي مسألة تغيير حجم أو حسب وإنما ينبالي أعيد كل الكاتسينز وقارنهم. أنا قبل ما أطلع دي الألفا تقريبا راجعتها أكثر من 20 مرة من البداية للنهاية عشان أعدل كل الأخطاء والمشاكل اللي كان فيها. يعني بعض المحادثات صار لي سكيب بالخطأ بعض الصور ما كانت في الاتجاه الصحيح بعض الصور كانت تاخذ صور قديمة ف again فاللعبة في حركات زي كده مثلا أنا قاعد يتذكر الوضع القديم لما كان في الجامعة. لا لما كان في أيام صغر again خلينا نقارن في انهم صوتي يضحكون من فترة وفترة لو ارفع الصوت بس انا حبيت اطفيها عشان الميوزك كان واجد عالي وانا بتكلم. already الانيميشن هذا هو يختفي شوي شوي على وراء it was much better لما اخذنا صورته حجمه بالكامل الشيء الجديد واجد احلى
الخلفيات بن رسام مقترح انه اعمل الخلفيات 3D. انا فكرت اعمل لها فلتر للرسومات وخليها كانها عليها فلتر بالصورة واقعية. فيبانا نعمل موقف، يعني موقف معين، وناخذ صورة فلتر وناخذ صورة 3D ونشوف وين افضل. فهذا مثلا كد نولان ينبالغ رفع بالصورة، ينبالغ رفعها شوي، او هو بكبره في داخل الصورة. لو ارجع يا تدابني نفس الصورة، ما عندي الصورة واحدة مؤقتة الآن، عملت لها ورنشة عشان للاختبار. فلو نروح اي صورة الحين عندي 1000 صورة كانت. هادي اعتقد، لا مش هادي، مش هادي. اعمل لها ينبالع، اروح للصورة الاصلية لنولان، كيد نولان، وارفع الصورة الحق شوي عشان بالمحادثة يظهر شوي مرتفع فوق. هذه واحدة من الحلول، او ان ارفع برمجيا اعمله في السكريبت. يعني واحنا من دول اللي يعملون مقارنة بين الألعاب السوني والأكس بوكس ولا حاجة. أنا يوم راح للمقبرة الطائرات الكيروسين، فجت له فكرة رائعة. ينبالي لو بعد مخلي واحدة بالإنجليزي واحدة بالعربي يصير بعد بيرفكت. يعني لو أخلي هذا بالإنجليش نفس الخطأ ما صلحته. أها حلو. المفروض ما يمديني أعمل continue إذا كان صفحة الأوبشن موجودة. laughing. smile. thinking. مكاني في اليونيفرسيتي 62. لأن الأحداث اللي صارت بينه وبين دان أنا كراش بيرفكت. سو على الأقل أعطيكم بعض ال differences. What did I do يوم غيرت ترتيب بعض الكود بعد الأصر. You eat it. I'm not sure what did I do. Well, ما بقعد أعمل لكم السيشن كامل إهنا أشوف إيش الخطأ. أوف collection was modified. Oh great. فالمفروض فصل loop ما ينعمل له modification. فص effect بقى. So this need to be tested and see what the heck is going on. Anyway, هذا المحرك القديم. This is Game Lover version 3. إن شاء الله إن شاء الله يوم من الأيام بقدر أخلص الكارثة اللي عندي ونقدر نستخدم الإنجن version 3. صدت الملفين. أنا عندك Game Lover 3 Map Simulator 2 دول المشاريع القديمة، المحرك version 4 والSimulator version 3 ما زلت قاعد أعمل تحديث لهم ومو شغالين حاليا. قل ال main drawer ينبالي عاد لأن غير طريقة layers كيف تشتغل، وخليت كل شيء تقريبا يدعم animation، إن كان animation بسيط أو animation في collision أو animation مركب. And بقدر أتكلم عن البرمجة من مدة 60 سنة، فالأفضل أوقف هنا لأن هذا كان مفروض يكون ديمو للعمل. شكرا متابعة، نراكم مرة.